السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى أصواتكم، تعليقاتكم، مشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لحضراتكم أن تشاركونا برسائلكم النصية عبر أرسالها لنا في خدمة الواتساب التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل البدء مشاهدينا الكرام، نذكر أن التشويش الذي حدث على قناة الرافدين قد تم حله طبعا بفضل مجهودات إدارة القناة وكذلك عمل النايلسات على هذا الموضوع، ومن لا زال يعاني من هذه المشكلة فعليه أن يقوم بحذف قناة الرافدين من أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، وبعد ذلك يعود بتنزيلها مرة أخرى على جهاز الريسيفر من أجل تلافي هذه المشكلة. التردد هو 12380 أفقي على قمر النايلسات. مشاهدينا الكرام، سيكون الموضوع هذه الحلقة عن المظاهرات الجارية والمستمرة في العراق وتصريحات المسؤولين في هذه السلطة الموجودة حاليا في بغداد حول المظاهرات، طريقة تعاملهم مع المتظاهرين، وما هي العقوبات المترتبة على المظاهرات من وجهة نظرهم هم. مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مع أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءة وعندكم انسانية تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية، وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم، أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا كما ذكرنا، الموضوع سيكون اليوم عن استمرار المظاهرات في العراق. قبل هذا الموضوع وأن نتفرع به ونتعمق، دعونا نشاهد ونستمع ما تحدث به سعد المطلبي عضو مجلس محافظة بغداد عن أن المتظاهرين أو أن العراقيين هم السبب في بقاء هذه الحكومة بسبب عدم ذهابهم للانتخابات. هذه النقطة. النقطة الثانية، قال من يريد أن يسقط الحكومة بالمظاهرات فعقوبته الإعدام. فلنشاهد. يعني طارحين شعار الأغلبية السياسية، كنا نتمنى أن تكون حزبين ثلاثة يحصلون على أغلبية سياسية، نسوي حكومة ائتلافية من أغلبية بسيطة، وهذه تعمل على تشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة. لكن المواطن ما اشترك بالانتخابات، كثير من المواطنين تقاعسوا، هناك من قاطع الانتخابات، واللي اشترك بالانتخابات كانوا التنظيمات الحزبية. والمواطن اللي يريد التغيير بقى قاعد ببيته، فبالتأكيد يعني فبالنهاية ما يلوم إلا نفسه. فإذا أكو محاصصة فبالنتيجة المحاصصة هي نتيجة الانتخابات اللي حدثت بالفترة الأخيرة، ونتيجة تقاعس بعض المواطنين الذين لم يساهموا مساهمة إيجابية بالتغيير. ما لكن أنت تسقط حكومة بالتظاهرات فهذه عقوبتها الإعدام. طبعا انتشر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معه النشطاء بهذه القضية وبتصريحات سعد المطلبي، ودعونا نقرأ لحضراتكم سريعا ما جاء من تعليقات بهذا الخصوص. أمير الغالبي يقول المظاهرات التي طالب بها الشعب حقوقه تعتبر جريمة يعاقب عليها، لكن الأموال التي تسرقونها وتجعلون الشعب العراقي يصبح لا هيبة له في بقية البلدان هذه تعتبر جريمة؟ وعندما تسرقون قوت الشعب هذه لا تعتبر جريمة؟ وعندما تسهرون في النوادي الليلية لا تعتبر جريمة؟ وعندما تصوتون على القانون الذي فيه مصلحة للبرلمان فقط هذه ليست جريمة؟ طارق الهاشمي، نور المالكي، بهاء العرجي، حنان الفتلاوي، علي العلاق، فؤاد معصوم، أياد علاوي، أثيل النجيفي، عمار الحكيم، وإلى آخره من هؤلاء، هل يستحقون هذه المناصب أم يستحقون الإعدام أمام الشعب لكي نسترجع جزءا بسيطا منها، أي من الحقوق؟ ليث قنديل يقول إلى المطلبي سعد،
رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، هذا بالديني والمفروض تفتهمه، وإذا ما افتهمت مشكلتك. وبما أنه أنت جبت لنفسك وتماشيا مع قاعدة لا غيبة على فاسق، فاستلم الكلام اللي راح يقال بحقك. تريد تعدم المتظاهرين اللي يطالبون بأبسط حقوقهم بأي شريعة بأي دين؟ هذا إذا عدكم دين. الأحرى إعدام من مات ضميره وهو يرى أبناء شعبه تهدر دماؤهم ويستباح ضربهم وهو ساكت عن الحق كالشيطان الأخرس. وقبل لا أنسى من يستحق الإعدام، الخائن الذي باع وطنه بالمحسوبيات والمنسوبيات، ومن يستحق الإعدام الذي تسبب بتيتم الأطفال وترمل نساء الشهداء. أمير هادي الساعد يقول إذا تريدون تطبقون القانون ويا الشعب، الشعب من حقه يطبق القانون وياكم، وإذا نجي ونحاسبكم على القانون فأنتم ما مخلين مادة بالدستور وقانون العقوبات ما مخالفيها. وإذا أكو من يستحق الإعدام فالطبقة السياسية من 2003 لهذا اليوم هم الأحق بذلك، أي بالإعدام. وآخر التعليقات من أمير البهادلي الذي يقول قبل أكثر من سنتين الناس دخلت للمنطقة الخضراء من بعد اعتصام، ولا واحد منكم طلع وقال على المعتصمين أو المتظاهرين مندسين أو بعثية أو مدعومين من جهة خارجية أو 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 من هذا الخريط مالتكم، واللي هدفها كان إسقاط الحكومة، لأن قائدها كان زعيم حزب وعنده مجاميع مسلحة، وكلكم تخافون تذكرون أسماءهم بتصريحاتكم وخطاباتكم، ولولا التدخلات الخارجية لسقطت الحكومة. هاي المرة تختلف، الناس اللي طلعت تظاهرات فقراء لا يدعمهم حزب ولا جهة خارجية، خرجوا من أجل أبسط الحقوق اللي المفروض الحكومة توفرها من قبل سنوات مثل الماء والكهرباء وفرص العمل. اتهمتوها أنواع الاتهامات من مندسين وبعثية وجهات خارجية تقف وراءهم و و و فقط لأنهم تظاهروا من أجل حقوقهم وبشكل سلمي. إذا هاي تعتبرها جريمة بحسب ما تقول وعقوبتها الإعدام، فكل مواطن عراقي شريف وحريص على بلده هو مشمول بهذه العقوبة. كان هذا ما لدينا من تعليقات بهذا الخصوص، طبعا تجاه تصريح سعد المطالب عضو مجلس محافظة بغداد، وسنكمل الحديث إن شاء الله بهذه الحلقة. معنا اتصال. طيب فقدنا اتصال مع متصلين الذي شارك. طيب نتابع مع حضراتكم الآن توافد سكان محافظة ذي قار والشيوخ العشائري فيها على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية استعدادا لتظاهر احتجاجا على الأحزاب الحاكمة، فلنشاهد. نستمع مشاهدينا الكرام إلى المتصل أبو الحسن من البصرة. تفضل أبو الحسن، حياك الله. أبو الحسن تفضل. أبو الحسن حياك الله، أنت على الهواء مباشرة. من أستاذ محمد أول، حياك الله تفضل. طاعين معاك أبو الحسن. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع السيد أبو الحسن، عموما نشكره للمشاركة. طيب نشاهد مشاهدينا الكرام اتهام شيوخ عشائر محافظة المثنى القوات الحكومية بفض اعتصامات المتظاهرين بالقوة واحتجاز المعتصمين وكذلك مصادرة الخيام، فلنشاهد. السلمية حق مشروع لكل العراقيين، ونحن جميعا إلا يجوز ما يهيدون التظاهرات، نحن كل احنا مع المتظاهرين. نحن لنا 15 سنة نظام الحكم في العراق فاشل لم يثبت نجاحه، نظام الحكم فاشل لم يثبت النجاح.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طيب الان السياسيين الموجودين في السلطه يتعاملون مع المظاهرات بهذه الطريقه التي تحدث بها سعد المطلبي عضو مجلس محافظه بغداد، غيره من الشخصيات الموجوده في العمليه السياسيه التي كذلك اتهمت المتظاهرين التي هاجمتهم بالتصريحات والتي سخرت ادواتها من اجل ايذائهم في هذه المظاهرات ومحاوله قمعها. لماذا تتعامل السلطة في العراق بهذه الطريقة مع المتظاهرين عندما يخرج هذا المتحدث الذي شاهدتموه واستمعتم إلى حديثه ويقول بأن عقوبتهم الإعدام إذا طالبوا بإسقاط حكومة عن طريق المظاهرات؟ طيب نستمع إلى المتصلين ثم بعد ذلك نعود للنقاش. أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي القناة العظيمة وعامليها بالنسبة لهذه الحكومة الفاسدة، هي من 2003 هي حكومة إيرانية أمريكية إسرائيلية فاسدة جاية على الدبابات. ولما نشوف المظاهرين يدافعون عن حقوقهم تبدأ اتهاماتها أنها وراهم بحثيين وراهم هاي علاقة وراهم مندسين وراهم دول أخرى. فهم هاي الحكومة هي فاسدة وهي إيرانية بحتة وهي تريد تبقى تسيطر على هاي البلد وتريد تاخذ خيراته وتريد تبقى إلا علينا. فهذا لما نهضة وهل الجنوب والوسط وبغداد والشمال فشافتها فشي عبالها مثل المتظاهرين سابقا يتظاهرون ويرجعون، لكن هالمرة اجت مرة يعني هاي ما يردون هاي الحكومة، ما يردون هذول السياسيين الفاسدين اللي بنوا امالهم واخذوا فلوسنا وودوها للخارج وتمتعوا واحنا شبابنا واطفالنا في المرضى والمستشفيات خاليه من الادويه والفساد منتشر وكل الطرق فاسده مثلهم. فهنا يتهمون يردوا بعدين من يقول هذا يطلع يقول الاعدام. انا اصور الاعدام لهم. هم المفروض ينعدمون مو المتظاهرين. المتظاهرين ليش السياسيين الموجودين حاليا بالسلطه بكل المناصب ان كانوا بمجلس محافظه او كانوا في البرلمان او وزراء، ليش يتعاملون مع المواطن بهذه الطريقه؟ ليش هذه التصريحات؟ يعني يقول المطالبي بانه احنا اعطيناكم فرصه انتخابات، انتم ما انتخبتوا، خلاص انتم السبب، تتحملون مسؤوليه الاحزاب الجايه، بس تطلعون تتظاهرون نعدمكم. شنو هاي العقليه والمنطق؟ لا هذا مو منطق، هم ما يعرفون ينطقون، هم اصلا كلام ما يعرفون يحكون. طيب شكرا ام ازهار، شكرا كنت معنا من بغداد. سيد مبروك من الامارات يقول اخي محمد لقد عانى الشعب العراقي كثيرا ولا يزال، واكتشف بعد 15 عاما من سقوط النظام السابق ان المشروع الطائفي الايراني ليس سوى نهب لخيرات الشعب ومقدراته وانتهازية فاشية لفرض الهيمنة والنفوذ والتحكم في القرار العراقي باسم أحزاب وميليشيات تابعة للولي الفقيه، وأكثر من ذلك سوءا انتهاك عروبة العراق الأرض والإنسان ليكون تابعا للمشروع الإيراني الذي تتسع رقعته مع سوريا ولبنان بعد أن قطعت عاصفة الحزم الطريق عليه في اليمن. العراقيون وصلوا إلى قناعة أن إيران لا تطأ أرضا إلا أفسدتها وقسمتها ونهبتها، وبالتالي هم يصرخون اليوم باسم عروبتهم وليس لمذهبهم أو عرقهم. فالشيعي والسني على السواء يجمعهم العراق الوطن الذي يستحق أن يكون في أفضل حال أمنا واستقرارا ورخاء وتنمية، وهو كذلك يملك المقومات الاقتصادية ليبقى قويا عزيزا فاعلا ومؤثرا في محيطه ومحيط أمته العربية. طبعا شكرا جزيلا للسيد مبروك من الإمارات. مشاهدينا الكرام نذكر أن المتظاهرين بدأوا في قضاء القرنة بمحافظة البصرة اعتصاما مفتوحا ضد الأحزاب الفاسدة. أكد الناشطون الذي تجمعوا قرب حقل غرب القرنة واحد النفطي باستمرار الاعتصام والتظاهر لحين تحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن الحكومة لم تفي حتى الآن بوعودها بتوفير وظائف للشباب البصرة العاطلين عن العمل، ولم يطرأ أي تغيير بمستوى الخدمات والكهرباء والماء بالمحافظة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر. أستاذ محمد. تفضل أبو عمر. أستاذ محمد قبل كم يوم طلع حيدر العبادي. نعم. قال كلام بس هو حكمة من قالها غلط.
قال دولة الكفر لا تدوم ودولة الظلم ساعة. هو دولة الظلم ساعة ودولة الكفر إلى قيام الساعة. صحيح الكلام هذا الحكمة صحيحة، بس هو عبر عنها بطريقة أخرى ما أعرف شلون، ظهر خان التعبير. زين هذا سعد اسمه هذا المطلبي ما عرفت اسمه بصراحة الأول. سعد المطلبي. سعد المطلبي. نعم. الإعدام على المتظاهر. سعد المطلبي. تدري ليش؟ قسما بالله العظيم هي نهايتهم قربت. شاءوا أم أبوا يقول لك إحنا إذا طلعنا من السلطة وما بقت عندنا السلطة وما عندنا سلطة قانونية وما عندنا وزارات وما عندنا جهات أمنية تحمينا، هو راح تنتهي الميليشيات وتنتهي كل شيء مرحلة مرحلة. طبعا شوية شوية السفينة اللي جت بال 2003 هسه بدأت تغرق أستاذ، فمن تغرق السفينة تقوم تنط من عندها الفئران والجهزان ما كل موجودة بيها. بس هذول يقول لك إحنا من راح يضمن لنا يعطينا حصانة إحنا إذا حتى إذا طلعنا رغم نتائج السرقات بمئات المليارات والقتل والنصب والاحتيال؟ مو هذا وراها يريدون، يقول لك هذا ما عنده فلوس يجي يعمر البلد، هذا ما راح يضطر يجي يسحب الأموال المسروقة. أمريكا إذا تضغط عليه روح اسحب الأموال المسروقة، قدموا من المحاكمة أنتربول عنده مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة، هذا كله يخافون من عندها. يعني أنت تتوقع أنه هادي وقايس وأوس وواثق ونوري هذين راح يقبلون انه يكونون بالمعارضه؟ من شابع المستحيلات ما يقبلون، لانه اذا صار بالمعارضه بعد ما حد يحترمهم ما حد يقدرهم، باكر عقبه من يصير تصويت بالبرلمان على الغاء الميليشيات او دمجها الغاء الميليشيات او دمجها مع الجيش والشرطه ما حد راح يوقف وياهم، اصواتهم ما تكفي، فراح يفقدون السلطه القانونيه الحقيقيه. ابو عمر طيب شلون هسه في بلد تقف به العمامات الدينية أمام مطالب المتظاهرين، عندما تدعو المرجعية الدينية بتلبية تدعو الحكومة لتلبية ما يمكن أن تلبيه من مطالب المتظاهرين، وبنفس الوقت تدعو إلى الاستعجال أو الإسراع بتشكيل الحكومة، مطالب الناس هي إسقاط الحكومة، كيف تدعو هذه المرجعية إلى تشكيل حكومة بشكل عاجل في حين هي يعني تطالب أيضا بتوفير مطالب المتظاهرين؟ وأنا أقسمت بالله هذول المراجع الدينية كلهم يخافون على مصالحهم، زين مصالحهم اللي يحصلون عليها من خلال هذه اللي جاي هذه العصابات التائهة بالمنطقة الخضراء يسموها، هاي مدينة علي بابا، هاي مو مدينة منطقة الخضراء، مدينة علي بابا، منطقة علي بابا، هاي كلها تطلع من عند السرقات، كلها تطلع من عند القتل، أوامر تعليمات هذا النصب والاحتيال. فهذول المراجع اللي يخافون على مصالحهم، عجم مصالح، انت عندك ابن السستاني محمد تقي السستاني اللي هو صهر الشهرستاني حسين الشهرستاني اللي كان وزير الطاقة، صهر يصير كيف هذا كان شريك وما زال شريك بمشاريع كثيرة من هذه المشاريع النفطية الشركات النفطية. يعني باختصار أبو عمر أنت تقول بأنه هذه المرجعيات الدينية هي مستفادة أو مستفيدة من ما يحدث الآن نعم. في العراق من سرقات ومن خراب. نعم قسما بالله العظيم كلهم مستفادين. طيب. أبو واحد يبيع يجي يطلع خايفين على نفسه ويعرفون إن الدولة الشيعية اللي جت في إيران عام 1979 هاي نهاية تقربت. شكرا جزيلا أبو عمر، أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. إذن يقول أبو عمر بأنه من يتحدث بهذه الطريقة من المعممين فهو يخشى على مكانه ووضعه ويخشى على فقدان المكاسب التي يتحصل عليها من وجود هكذا شخصيات في الحكم، هكذا يرى السيد أبو عمر. طيب معنا رسائل طبعا كثيرة وردت، نقرأ سريعا ما نستطيع. يقول أحد المشاركين السلام عليكم، أخوكم أحمد عادل من الأنبار، بس أريد أوصل رسالة للدكتور حيدر العبادي، أنت موت ناشط صار لك 4 سنوات، مو أنت الباب والمحراب بيدك، ما تقدر تطرد الميليشيات، ما تقدر تحسن أوضاع العراق، بس والله بعد إذا تبلط الشوارع ذهب ما نرضى بيك لا أنت ولا أحزابك وميليشياتك، كافي 15 سنة موت 15 سنة نطينا العزيز والغالي بيها وعشتوا على جثثنا. يقول أيضا أحد المشاركين، أخوي محمد سياسة التظاهر والمظاهرات أثبتت فشلها وخطرها في كثير من المناسبات، فلم ننسى ساحات الاعتصام في فلوجة وغيرها وكيف قامت العصابات الإجرامية بسحلهم وتصفية المتظاهرين أمام العالم كله، وماذا كانت النتيجة
ازدادت شراسة هذه العصابات وقامت بمئات الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية والتهجير العرقي وانتهاك الحرمات والأعراض وتدمير المدن بغطاء وتواطؤ دولي علني. فلا يوجد أمام أهل العراق طيب سيد أبو قاسم من فلسطين، عموما لن نكمل هذه الرسالة. يقول أيضا أحد المشاركين: يا أخي ليش ما حد يجيب طاري الموصل؟ والله ماكو أبسط، ماكو أبسط الخدمات. ليش والله الناس كل قام الناس قامت تقدي من الجوع، كافي ظلم. طبعا قضية الموصل هو الموضوع الذي يحدث في العراق، هو مرتبط بكل القضايا التي تحدث بشكل عام، إن كانت قضية الموصل أو إن كانت القضايا المتعلقة بالفقر والخدمات في محافظات جنوب العراق. كل ما يحدث الآن من المظاهرات والتغطية المستمرة لهذه المظاهرات هي باعتبارها المصدر الذي يمكن أن يقضي على كل هذه التفرعات المتعلقة بالقضايا المختلفة بالعراق، إن كانت قضية الموصل أو المحافظات الغربية بشكل عام التي تعرضت إلى الدمار، أو قضايا المحافظات الجنوبية أو من المشاكل التي يعاني منها العراق. المظاهرات التي تحدث الآن خدمة للصالح العام، خدمة للمواطنين، إن كانوا في الموصل أو إن كانوا في البصرة، يعني لا فرق. فهذه القضية هي الأكبر والأبرز التي تحتاج إلى مساندة حتى من أهل الموصل للمتظاهرين. معنا اتصال. محمد من كندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا. حبيبي أنا أريد أشارك بموضوع هذول الحرامية اللي نهبوا 15 سنة هذا البلد وإحنا تهجرنا كله من وراهم. يعني ما تتصور شلون، يعني شلون ما أعرف شلون يعني أشرح لك الموقف. أنا جيت قبل شهرين العراق، يعني مو مطار بغداد دولي، لازم نسميها مزبلة بغداد، هاي أبسط. نعم أسمعك. زين، وعندنا هذول الحرامية اللي أبو العمايم والهذول إيران جابهم فوق الدبابات ومنطقة القبراء، مو منطقة القبراء. نعم تسمعني يا أخي؟ أسمعك محمد، أسمعك، تفضل. إيه يعني هذول 15 سنة ما قدموا شيء للبلد، هاي أول شغل. ثاني شيء يا هليتي يبوق بالشعب، ينهب بالشعب. يعني إحنا ما دمرنا غير الأحزاب، ما دمرنا غير هذولا، يعني ممكن نسميهم بالأسماء، يعني ما نريد يصير الكم. منو ما تقصد سياسيين؟ تسميهم بالأسماء؟ إيه يعني أنا أريد أسماءهم، يعني أقول تفضل احكي. يعني هذا اللي عندك إجا إبراهيم الجعفري، إجا ما أعرف أياد علاوي، إجا الأكمال، إجا هذا المالكي، دمر العراق المالكي تمنت. نعم هسه إجانا هذا العبادي، هذا النوب دمر البلد. هذول كلهم عملاء، كلهم عملاء. يعني إحنا نعرف شنو هذول من شيء، ما اجوا فقط لتدمير العراق، ما اجوا فقط لنهب العراق. عراق يوميا يصدر ازيد من 4 ملايين برميل نفط. نعم كل برميل نفط اذا يطلع منه دولار واحد للشعب العراقي. نعم هسه كان العراق اغنى دوله بالعالم، وحاليا هو اغنى دوله بالعالم، بس احنا عندنا الحراميه ما يخلون هذول الناس الفقرة فيه. شكرا جزيلا سيد محمد من كندا، اشكرك، وضحت الفكره. معنا السيد ابو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. هيا لحضرتك وقناه الرافدين وكل الاستاذ. استاذ محمد، يعني انا اريد اسال هذول النكره المجرمين الفاسدين اللي يطالبون دول بان ما يستعملون القوه واطلاق الرصاص على متظاهريهم، وهم اول من ينتهك حق المتظاهرين. نعم. وكل يوم يطلع لنا واحد من الفاسدين ويهدد المتظاهرين، مثل هذا النكره سعد المطلبي. نعم. اللي يلمح بان الحكومه اللي تسقط بالتظاهرات عقوبتها الاعدام. طيب دستوركم هذا البغيض اللعين مو اجاز التظاهرات؟
وهذا الدستور انتم وسيدكم بريمر الملعون اللي وضعتوه، مو احنا اللي وضعناه كنوع من حريه يعني التعبير. اي نعم، ومن وصلت النار لبيوتكم وصوت المتظاهرين راح يهدم غروركم وفسادكم، ومجرمكم العامر يعترف بعظمه لسانه بان انتم ما قدمتوا اي شيء للشعب غير سرقات خيرات هذا البلد. نعم. ان شاء الله ايامكم قربت والشعب عرف نياتكم هاي الخبيثه وعرف شلون بعتوا العراق لايران وفضلتوا ايران وملاليهم على شعبكم، هذا اذا كان هو بالحقيقه شعبكم. نعم. وهو بالتاكيد هو بريء منكم. يعني مئات المليارات من الدولارات سرقتوها وخليتوا الشعب يدور على لقمه يسد بها رمق اطفاله. كلكم قتلة ومجرمون ولا بيكم شريف. بدل ما تهدد المتظاهرين بالإعدام قول لهم إن شنو اللي انتو قدمتوا لهم من خدمات. يعني انت وعائلتك وحاشيتك تتمتعون بخيرات العراق، ومن يطلع مواطن يطالب بحقه تهدده بالإعدام يا مجرم، الله يلعنك يلعن اللي جابك وسلطك على رقاب الشعب. تهدد المواطن وتقول له لأن انت قعدت ببيتك وما طلعت للانتخابات تحمل نتيجة عملك، وانت واسيادك وزمرتك كلكم تعرفون بان انتخاباتكم مزوره وفاسده مثل فسادكم. نعم. يا مجرمين، حتى مبدئيتكم فاسده ومجرمه، يطالبون بالاسراع بتشكيل الحكومه حتى تستمر الامتيازات اللي توصلهم من الحكومه. نعم. وبس اريد اطلب طلب من الشعب ومن المواطنين اللي ملتزمين بالمرجعيه. نعم. وينفذون كل شيء تقوله، بس ادعوهم لقراءه مقال في صحيفه اخبار الخليج. وشلون ترامب الرئيس الامريكي يطلب من بريطانيا انهاء خدمات السيستاني بالعراق. وشلون العبادي يعبر عن قلقه ويعتبر هذا الشيء مساله خطيره. خل يرجعون للخطاب للمقاله بصحيفه اخبار الخليج ويشوفوها شلون ويعرفون منو هو السيستاني اللي قاعد ينفذون كل اللي يطلبه من عندهم. شكرا جزيلا سيد ابو ناصر، كنت معنا من تركيا. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. مشاهدين الكرام، تعرض بث قناتنا إلى تشويش، وقام الشركة نايلسات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدين الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد عمر من استراليا، تفضل عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخي؟ حياك الله، حياك الله. الله محييك اخي. بدايه العمر انه انا طبعا اهلي ما يقدرون يشوفون التغطيه الكامله للرافدين. نعم نعم. المشكله بس عرضنا قبل شويه، يمكن استمعت الى البرومو الذي عرضناه، وكذلك تحدثت ببدايه الحلقه، من لا يزال يعاني من مشكله التشويش على قناه الرافدين في اجهزته عليه يقوم بحذف القناه من الرسيفر، ثم بعد ذلك يقوم بعمليه اعاده تنزيل القناه مره اخرى على تردد 12380 افقي، وان شاء الله سيكون الامر طبيعي بالنسبه له. على العموم هم يريدون يطفئون صوت الحاق اللي موجود بالرافدين وموجود ببعض القنوات الشريفة النزيهة. أنا أريد أوصل صوتي لبعض الأخوة اللي يدافعون لحد هاي اللحظة، يدافعون عن المرجعية ويدافعون عن خاصة يعني السيد علي السيستاني. نعم. وخصوص ما تكلم به اليوم عن إعطاء فرصة ثانية للسراق وللقتلة.
يعني ما اعرف ليش هم يدافعون عن شخص هو اصلا ما موجود، يعني لا يدافع عنهم لا ترجف لحمته على الشعب العراقي بعد كل القتل اللي صار وبعد كل التهجير اللي صار، وهم متمتعين باموال الشعب العراقي. سيد عمر، انا بس اريد اسالك شغله. المتظاهرون الذين خرجوا في العراق طالبوا بكثير من الامور منها الكهرباء. اليوم العبادي اصدر امر بتجميد صلاحيات وزير الكهرباء، ولكن ما قيمة تجميد صلاحيات وزير الكهرباء إن لم يعاقب وزير الكهرباء على ما فعل؟ إن لم يعاقب وزير الكهرباء الذي سبقه على إنفاق أكثر من 41 مليار دولار على قطاع الكهرباء ولا توجد كهرباء في العراق، ما قيمة أن يقوم العبادي بهذه الحلول الترقيعية التي لن تعيد الكهرباء مرة أخرى إلى المواطنين؟ يعني تجميد صلاحيات الوزير ليست بحبسه، هي مجرد تجميد صلاحيات فقط. أخي العزيز، هو هل عقاب وزير الكهرباء فقط راح يحل الأزمة اللي موجودة بالعراق، أو هل هو عقاب كل السياسيين أو كل النخبة السياسية هل هو راح يكون الحل؟ أخي الشعب سرق، الدولة العراقية راح، إحنا بالخارج كان في دولة أستراليا، يعني بعض الناس يقولون ماكو عراق، يعني فقدوا الامل، يعني ماكو، يعني حتى الدبلوماسيه اللي تمثل العراق في الخارج عباره عن كرتونيه، شخوص وحشيه، شخوص يحبون السرقه، يحبون لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا سيد عمر. نقرا بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي وردت. يقول أحد المشاركين: أحييك وأحييك كادر قناة الرافدين، أناشد جميع العراقيين الشرفاء يستمروا في مظاهراتهم حتى إسقاط حكومة الأحزاب الطائفية. لدينا أيضا مشاركة. طيب، أحد المشاركين يشتم ويسب، ويعني هذه أخلاقه. يقول أحد المشاركين أيضا على الواتساب، يقول: هذا التافه المطلبي عائلة أين تسكن؟ ليست في لندن، وهو قال في لقاء تلفزيوني: أولادي أكثر حضارة من الشعب العراقي، لا يستطيعون العيش، أو يعني يقصد أكثر تحضر، يعني لا يستطيعون العيش في العراق، لكن العيب المرجعية اللي هي من باركت لهم، ولحد الآن لا تصدر فتوى بمحاسبة الفاسدين، وتطلب من العبادي تشكيل الحكومة بعد كل هذا القتل بالشوارع والمظاهرات في كل العراق. لدينا أيضا يقول: السلام عليكم، نشكو لكم سوء الأحوال في جميع الخدمات. وأرسل صورة، يقول: أنا موظف بصفة عقد تشغيلي في وزارة الكهرباء، بسبب توقيفي من محكمة جناية السماوة لمدة 2.5 شهر فقد عقدي، ثم عند إخلاء سبيلي راجعت المديرية برفع طلب إعادتي للوظيفة كوني المعيل الوحيد لعائلتي وعندي خدمة 9.5 سنوات. رفع الطلب إلى الوزارة لكن تفاجأت بعدم القبول. بعد ذلك رفعت طلب بالمظلومية ورفع إلى القانونية بالوزارة، فكان الجواب أن موازنة 2018 لم تسمح بتعيين أي أجير أو عقد. والآن رفعت كتاب التماس إلى مكتب السيد الوزير لغرض توقيع عقدي حالي حال أقراني حسب كتاب الوزارة بتوفير التخصيصات المالية. هذا الكتاب بين أيديكم، أرجو عرضه على قناتكم الموقرة وعرضه على العبادي لتكون المظلومية أمام الجميع، والله ولي التوفيق. لست أنت فقط يا سيدي العزيز، ملايين الشباب ليسوا في وظائفهم التي من المفترض أن يكونوا بها، ليسوا في الأماكن المخصصة لهم بعد عمل وجهد لسنوات في الدراسة والشهادة وما إلى ذلك. البطالة في العراق أرقام مرتفعة جدا، ومعاناة الشباب العراقي بهذه القضية. أنت ربما قد استطعت أن تعمل بفترة من الفترات، هناك من تخرج ومرت عليه سنوات ولم يستطع حتى هذه اللحظة أن يحصل على وظيفة. طبعا صوتك نتمنى أن يكون وصل، ويعني إن كان الكتاب فيه في مجال في البرامجنا لكي نعرضه سنقوم بعرضه إن شاء الله إن أتيحت لنا الفرصة. ولكن بشكل عام معاناة الشباب الذين خرجوا في البصرة كمظاهرات انطلقت من البصرة كانت بسبب الوظائف وقلة فرص العمل
والمحسوبية والمحاباة التي تقوم بها الأحزاب والسلطة في العراق باختيار أشخاص معينين للوظائف. يقول أيضا أحد المشاركين نحن لدينا اتصال ولكن سريعا، يقول السلام عليكم أخويا، بالنسبة اللي دي يقمعون المتظاهرين هم نفسهم كانوا يظاهرون بال91 وأقمعوهم، وعلى هذا الأساس هم سيأخذون راتب لأن قمعوهم بالتظاهر قبل اللي الظاهر يسموه دعوتي حزب دعوة، هسه نفسهم الدعوتية يقمعون التظاهرات وينعتوهم بالبعثية. آسف للإطالة، شكرا جزيلا للرسالة. ما اتصال سيد أبو علي من كربلاء، تفضل. السلام عليكم عمي، الله يحفظكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجازي مزاح حسناتكم. حياك الله أبو علي. حيا إلك ولا كادر قناة الموقرة. حيا. أريد شوية تطير شوية بس أحاول بإيجاز. تفضل. الإخوة دائما مين تفلون؟ ما له علمي. مين يابا ليش ما له؟ ما حد يأتيه. هاي المخدرات حتى من نشوفه بالشريط الأخباري. نعم. دخلت من دولة، ما يقولون فلان دولة، دخلت مواد المخدرة. حبيبي محمد عمي، احنا امرنا مو بايدنا، اذا ربط عضرب علينا الولي الفقير، اذا ربط علينا ايران احنا مرتاحين. اجيب لك يعني امثال منها. قبل العراقيين يعني القنوات المواليه لهم كانوا ياتون على قطر، قطر هسه ربط ايران على قطر، سبوها بس فقط السعوديه. أتذكر المالكي كان يأتي يقول سوريا كذا وزادت الإرهابيين ودمرت وغلقت الأمم المتحدة، وأخير شيء إيران قالت أمن دمشق من أمن طهران، رأس المالكي رأسه كان أمن دمشق من أمن طهران. أنا ما أدري يعني بعض العراق السني وبعض السوري على أنا شو استفاديت من هاي الدولة؟ الناس تفتي ولسه تروح يعني تعلمهم، تفتيهم لندن، باريس، واشنطن، تعلمهم، تجيب شهادات تخدم بلدهم، يعني نوديهم سوريا حتى يقتلون ويقالوا يدعونا معوقين والراتب عليهم على العراقي. أمامنا احنا مو بيد أصلاً وأبد أي شيء مو بيدنا. بيد الولي الفقير. ما حد يقدر يقول لي هذا انت تعالي ابو العصايب ابو الكتاب ابو الفتح، انت على اساس تقتل متظاهر؟ انت شنو؟ انت دوله مستقله؟ نعم انا اقول لك دوله مستقله واقوى من الدوله. وهذا اللي ما اعرف شو يقول، انت تميزون اخلاق واللي تستمع الكريم. انت شلون لك حق تقول اللي الظاهر يستحق الاعدام؟ ليش؟ لان انت ما تستحق اعدام، هذا اللي استورد الذهن المسرطن، هذا اللي استورد انت تكمل المسرطن، هذا اللي جاب امريكا وجاوا وياهم على حق بابا، هذا اللي يسال واحد يدمن. ليش المكاره؟ احنا نستاهل. تعال جيب جيب احنا نقعد وياك الشعب العراقي دلوقتي حافظ. من يستاهل الاعدام؟ هل عندما اصدقاء يقول معناه اولاده وغيره وغيره يقول احنا كنا بلندن ندير شركات وهسه مجينا للعراق مضررنا. عمي يا دولة العراق معودين فوقونا 15 سنة، على من تستمرون بالضرر معكم؟ كفوا روحوا، ما خليكم شيء. وأنا أقول لأهل الجنوب، أعتذر طلعت عليك عمي، أقول لأهل الجنوب ترى لما صارت بالغربية وصارت عند الموصل نفس هذا النفس، ما يريدون واحد يقول له ترى على عينك حاجب، كأنما منزل من السماء. وإذا واحد شاف صورة الخميني والخامنئي، لأن هذا يعتبر إمام معصوم ولي أمور المسلمين، ترى هم ينهدم. بس الحمد لله يا عراقيين وبالخصوص يا أهل البصرة، ليش ما يكون مالح؟ ما تقولون ليش ما يكون مالح؟ ليش ما تقولون ما يكون مالح؟ منين جات تجينا الأقدار على المواد المخدرة؟ إلى متى؟ واللي يظن اللي يظن يحسن الظن بالمرجعية ترى هو خاطئ. والأيام بيناتنا. شكرا جزيلا أبو علي، شكرا جزيلا. معنا علي من أربيل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، أنا طبعا أحتوى زحمة عليك، أنا ديش مرة خابرت على هذا الرقم. نعم. فقلت على مود يدعون اسم أخوتي اثنين وعمامي ثلاثة، هم مفقودين من المسيب من محافظة بابل. نعم. هاي صار لهم سنتين، الباحث خبروني حقوق الانسان مال البصره، يقول ما بين منهم خبر. قلت له لا والله، قلت له انا دائما خابر على الشرطي. من اعتقلهم او مخطوفين؟ هم معتقلين او مخطوفين؟
مفقودين هنا رجعوا جت عليهم قوه باللي اخذتهم ما عند لهم وين ما وين. يعني اخذتوا فكره عن القوه اللي اخذتهم، قوه حكوميه او ميليشيات؟ لا ميليشيات. ميليشيات. طيب انت شاكك باحد، شاكك بجهه معينه مدنية. سيد علي انت شاكك بجهه معينه من الميليشيات، عندك شك بميليشيات معينه بالعراق هم هي اللي اخذتهم؟ والله استاذي ما اعرف بالضبط، بس هم جينا سيارات مظلله نيسان، ثلاث سيارات بيكا من نيسان اخذتهم بنفس الليل، خمستهم عمامي ثلاثه واخوتي اثنين. اكو مشكله بين عمامك وبين جهه معينه او اشخاص معينين ممكن يكون وشايه او شيء؟ لا والله احنا عشره عمر يعني هنا نازلين بهاي منطقه المسيف، فمن اخذهم احنا كنا مشينا تهجرنا بعد. طيب ماكو نتيجه عنهم ابد؟ ما لقيتوهم ابد؟ هاي صار سنتين انا ما خليت جهه، يعني حتى حقوق الانسان السليمانيه، اربيل، البصره، الناصريه، كلها اسماهم انا منطيه وما جاي القاهم. يعني الناس اللي الميليشيات اللي خطفتهم ما طالبت بفديه مخابراتكم، ما تواصلت وياكم؟ لا استاذي ابد ماكو هيك حكي ابد. طيب نتمنى انه السيد علي من اربيل، نتمنى انه يكون صوتك وصل وبلكت قضيتك تنحل يعني بشكل او باخر. المشكلة يا سيد علي، واحنا طبعا نتمنى السلامة للجميع. يعني على قناة الرافد. نعم، تفضل. اسمعك. اي والله انا اتمنى تحطون اسمائهم يعني على قناة الرافد، يعني اتمنى الناس تشوفهم يعني. طيب، سنحاول ان شاء الله قدر المستطاع ان نساعدك بهذه القضية بما استطعنا. شكرا جزيلا سيد علي. المشكلة مشاهدينا الكرام ان قضايا الخطف الموجودة في العراق حتى لا نبتعد كثيرا عن الموضوع. باختصار ما يحدث طبعا هو الجزء الذي أدى إلى التظاهرات، هي مشاكل أدت إلى التظاهرات، الاختطاف هو جزء منها. عمليات الخطف التي تنفذ في العراق وصلت إلى مرحلة أن السلطة لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة إلا بالتفاوض مع الميليشيات. قضية الصيادين القطريين كواحدة من أبرز القضايا وأكثر أكبر الفضائح التي كشفت ضعف هذه السلطة وقوة الميليشيات الموجودة في العراق عندما يعني حدثت هذه الصفقة وأفرج عنهم بوساطة العبادي أو بتدخل من العبادي مشاركة لحل هذه المشكلة. ميليشيات تخطف لا يعلم مصير المخطوفين ومطالبات بفدية مالية، حتى قوات الحكومية لا تستطيع، إن علمت مكانهم لا تستطيع أن تقوم بتحريرهم يعني فرضا، هذا إن لم تكن هي متورطة طبعا كقوات أمنية. المشكلة أنه السيد علي مشكلته صعبة، يعني لا يوجد تواصل، لا توجد جهة تستطيع أن تدله على مكانهم، لا يوجد اتصال بينه وبين الجهات الخاطفة، يعني مشكلة كيف يمكن أن يصل إليهم؟ نتمنى أن يجد حل بالمستقبل، أن يوجد له حل، وسنحاول قدر ما استطعنا أن نساعده إن استطعنا. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدين جميعا حياك الله. هي الاعتقالات من زمان حتى من قبل المظاهرات، يعني كل شغلة شلون ماذا أسمع يعني. رجاء بس علي صوتك أرجوك سيد محمد. محمد من هولندا، فقدنا الاتصال مع سيد محمد من هولندا، اعتذر منه، مشكلة يبدو بالاتصال، حاول اتصال بنا مرة أخرى. طيب نأخذ السيد مصطفى من مصر ثم بعد ذلك نقرأ رسائل المتصلين أو المشاركين. مصطفى تفضل. ايوه السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي اولا احيي اهالينا في جميع المحافظات العراقيه الابطال اللي رافعين رؤوس الامه، رافعين رؤوسها في العالي طول عمركم على مدار التاريخ كله، غصبا عن اي حد، غصبا عن اي حد. اولا يا سيدي دول نطالب اهالينا في جميع المحافظات بالخروج ويعلموا العصابه دي الربايه، دي ناس ما تربوش، عصابه معدومه الربايه، عايزين يتربوا. فاللي عنده حد من غير تربيه عايز يتعلم الربايه، دول عاوزين يتعلموا الادب، عصابه لا عارفه يعني ايه وطن، ولا يعني ايه شعب، ولا يعني ايه انسان، ولا قيمه انسان، بدأوا حضرتك يزرعوا فزاعة الخطف تاني، خلي بالك، فلشات الحج والعصابات بدأوا يزرعوا فزاعة الخطف عشان يزرعوا الرعب في وسط الناس، ويزرعوا الفتن تاني من جديد. نعم. أهالينا في جميع المحافظات بأن يكشروا على الأنياب وننهوا المسألة، لأن الإطالة مش في صالح الثورة وصالح الشعب. نعم. وبالنسبة يا سيدي نؤكد لحضرتك من وجهة نظرك بنسبة 100% بأن هيحدث انقلاب عسكري وشيك، هناك انقلاب عسكري مدبر
لان هم مش عايزين الصندوق يعمل ولا الحريه ولا الديمقراطيه. هناك انقلاب عسكري مدبر، هل هيتحسب انقلاب؟ نعم. هل هيتحسب انحياز؟ هل هيتحسب انحياز؟ هل هيتحسب التفاف على اراده الشعب وثورته؟ وساعتها بقى هتلاقي طبعا زي ما حضرتك عارف والدنيا بحالها عارف، اللي جاي بالورد واللي جاي يهني واللي بالبلكونه. وضحت الفكره سيد مصطفى، اشكرك للمشاركه. نعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. نقرا ما وردنا سريعا من المشاركين الكرام. ابو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحيه لحضرتك استاذ محمد لكل كادر قناه الرافدين المحترم. مبروك للشعب العراقي العبادي، جمد صلاحيات وزير الكهرباء مع علامات تعجب. وعندما يدان السيد الوزير سيأخذ كل الأموال التي سرقها ويسافر إلى الخارج ليعيش هو وعائلته من أموال الشعب التي سرقها حال حال الذين سبقوا. أيضا لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: أناشد كل العراقيين لا يصدقون حكي الكذابين، الأحزاب الطائفية والمرجعية كلهم سراق حرامية. أيضا رسالة أخرى: السلام عليكم، طيب في رسالة أخرى لدينا أحد المشاركين أرسل مجموعة من الصور وآخر شيء تسجيلات صوتية. عموما مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.